اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا والدة شهيد العيد من أجل الدماء التي سقطت وأريقت في يوم عيد الفطر السعيد المبارك، ومن أجل دماء جميع الشهداء، شهداءنا الأبرار، إن حوارهم الفاشل لا يمثلني، حوارهم الفاشل لا يمثلني، وإنما أريد القصاص العادل الذي طالب به القرآن الكريم ورسول الله والشريعة الإسلامية، وحوارهم الفاشل لا يمثلني. أنا كوالدة شهيد حوارهم لا يمثلني.